بسم الله الرحمن الرحيم. السميع البصير اللطيف الخبير الذي هو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. التاسع من ذي الحجة يوم عظيم من أيام الله، هو يوم عرفات، يوم التوجه بالدعاء إلى الله عز وجل، والصعود بالنفس إلى الكمال المطلق والقوة التي يستمد المؤمنون منها قوتهم، ويتسلحون بسلاح هو أمضى وأحد من سلاح العدو، إنه سلاح التوكل على الله عز وجل والأمل بنصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في مثل هذا اليوم خرج سبط النبي الأعظم الإمام الحسين عليه السلام مع أهله وجماعة من أصحابه، ووقف إلى ميسرة الجبل رافعا يديه إلى السماء، خاضعا ذليلا حصيرا داعيا بذلك الدعاء الروحاني الملكوتي الذي يبين فيه جملة من المعارف، ويبين فيه حقيقة الإنسان الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وطلب في ذلك الدعاء أن ينصره الله على من ظلمه، وأن يريه فيه ثأره ومآربه، قائلا: اللهم انصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري ومآربي، وأقر بذلك عيني. نعيش أيها الأحبة في هذا اليوم اللحظات الإيمانية مع ضيوف الرحمن، ونقول لهم هنيئا، هنيئا لكم أيها الحجاج الوفود على مائدة الرحمة الإلهية بمحضر الوجود المقدس، ولي الله الأعظم وناموس الدهر، الإمام صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله فرجه الشريف، سائلين المولى أن يكون حضوركم ملكوتيا بمحضره، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فعرفوا عظيم النعمة التي أنتم فيها، وادعوا بحرقة وحرارة بدعاء الإمام الحسين عليه السلام، واطلبوا من الله عز وجل أن يحف شهداءنا بالرحمة، وأن يلبس جرحانا بالصحة والعافية، وأن يخلص أسرانا من سجون الظلمة، وأن يبعث الأمل في نفوس شعبنا وشبابنا الثوري، وأن يحقق النصر العاجل على أيديهم، إنه على كل شيء قدير. إننا وإن لم نوفق للحضور في يوم عرفة، ولعلنا لسنا مهيئين لذلك الفيض الملكوتي، إلا أن قلوبنا حاضرة مع ضيوف الله ندعو بدعائهم، دعاء تتوجه فيه القلوب إلى خالقها، وتسمو فيه الروح إلى بارئها، طالبة منه أن يغفر لها ذنوبها، وأن ينصرها على من ظلمها. فيا أخواننا ويا أحبتنا، حلقوا مع دعاء يكون فيه القلب حاضرا، وتناجى فيه الروح ربها متزودة التقوى ليوم جزائها، متخذة طريق الجهاد نهجا لها، مجاهدة لا تلين،
مجاهدة لا تلين ولا تنكسر ولا تستكين، ثابتة في ساحات العزة والكرامة، ترجو قبول الطاعات من العلي القدير. وفقكم الله تعالى لما فيه مرضاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.